ماشي بيتنا لطيش نعمر البلان ما فاتنا تعلمنا جيبوها واخا تكون ماشي فينا قرينا اللي ما بقاوش حيت الواقع اللي فاتنا كتاب علينا اللي فحيت بينا من الدار دار وكان سلام غير صدام حرب اللي تحقق كتاب عليا اللي كنعيش وانت كتشقى كتابي انا فوق وانت بعيد كتصرفا كل واحد وحلامه كاين اللي فايت بعيد كاين اللي هرب قدامه كل واحد وسلامه كاين اللي صعب حيت كاين اللي تحب صدامه كما في الغدا ليا اللي خاب ضني في هاد السنين كما في مشات ليا اللي ضاع في عمري هاد السنين عاجي شوفينا عاجي شوفين عشنا شو كيفاش شافتنا عاجي شوفينا عاجي شوفين فينا شو كيفاش شافتنا عاجي شوفينا عاجي شوفين عشنا شو كيفاش شافتنا عاجي شوفينا عاجي شوفين فينا شو كيفاش شافتنا غني وانت مع الباردة مورا غني واللي بغيت بيبامي تيرا سحراري فيني صوت سيرمانا وصلا كيرا نانا عبري كامينا در ماروكينا شاية بلاس من طنجة كورينو بيبامي تيرا سحراري فيني صوت سيرمانا وصلا كيرا نانا علي راسي وقول انا مغربي شوفو تاريك جنو كيقول علينا ديما شوفالو باسبوري في شيبان عشي العبيد اخوتي فيما مشينا برسالة ضميك ولا بدينا من الوال معك راسة بيضر وصلا راسة كتعوال لكن يوم الخوص حافي غدا يكون معسل لكن بالليل طاف طافي غدا بولة شال حلينا باب لكور معنا داول اشتور وصراحة شعور رائع بزاف والله توقعنا هادشي هذا لكن تنظيم الفت انتباه ديالي وكيفاش كلشي داز حضاري جدا والحمد لله ما كاين حتى حادثة ولو بسيطة وقعت الحمد لله ورغم ان الدراري يطلعون عندي لاصين لكن بالحب الحمد لله الجديد ان شاء الله خدم فيديو كليب كما صرحت قبل الدراري اللي جاوا قبل منكم اول مرة نحاول نعمل تجربة اخرى نحاول ندخل التراث واحد الحاجة من التراث المغربي والتراث الافريقي في نفس الوقت ان شاء الله كنوجدوا لها قريبا تكون كليب تكون سينجل ما دخلها حتى شي البوم شاركتي الفرحه ديالكم السباره شاركت الحمد لله ودائما نشارك معه الله يحفظك التفاعل ديال الجمهور الاغنيه ديال ماروكينو في المونديال جميل جدا الحمد لله وزعما هذيك الحاجه خدمنا عليها نوعا ما وجات صدفه يعني 50% و50% حيت حنا ما كناش عارفين بان نقدروا نعملوا كنا تايخين في الاسود ديالنا زعما ندوزوا في الدور الثاني تسالوا الربع لكن ملي تكملت حتى النصف صافي ولينا طامعين في الكاس كاع وداك التراك هذاك سمعته بزاف ديك الاغنيه شكرا للمغاربه كاملين في العالم شكرا اخوتي سيد عبد الواحد عزيز مدير مدير جهه طنجه تطوال الحسيمه لقطاع الشباب واحد اهم جنود خدام مهرجان صيف طنجه ومؤسسه طنجه الكبرى Yeah.
سعيد جدا انني كل يوم في مهرجان طنجة الدولي في نسخته الثانية، وفي واحد اليوم اللي هو سبيسيال واللي هو عيد العرش المجيد، الله يطول في عمر سيدنا والله يحفظه لينا. والحمد لله كان تفاعل زوين بزاف مع الجمهور المغربي، ما نقولش طنجاوي لان اليوم كتعرف في الصيف في الشمال كيكونوا يعني كاع المغاربه مرحبا بهم على راسنا وعينينا، فكان تجاوب كبير. كنتمنى ان شاء الله يا ربي انني نتلاقى معهم قريبا عاوتاني، وكاين بزاف بزاف ديال الاعمال اللي جايه قريبا فتسناوها. تبارك الله عليكم، تجاوب رائع. يعني ديما الانسان الى قابلته بحب واحترام فغادي يقابلك بالمثل طبعا، وهذا هو الهدف ديالنا حنا كفنانه، واننا نقدموا غير الحاجات اللي يفرحوا الناس ويسعدوهم. وحنا هنا فقط باش نفرجوا شويه على الهموم ديال الناس، انت كتعرف كورونا دابا الناس دازوا بزاف بحاجات اللي هما صعاب وخايبين، فهذا هو يعني راس المال ديالنا كيف ما كنقولوا. اللي كتعرفوا اليوم مؤسسه طنجه الكبرى كتنظم في اطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تحت اشراف ولايه طنجه بشراكه مع جهه طنجه تطوان، جماعه طنجه والمديريه الجهويه لقطاع الشباب. مهرجان صيف طنجه في نسخته الثانيه اللي حاولنا هذه السنه اننا نعرفوا واحد التوسعه ديالو، كذلك يكون هناك واحد الخليط من المواهب الغنائيه من الصعيد يعني الوطني المحلي والوطني، وكذلك على فتحنا على الاغنيه المصريه وكذلك الاسبانيه. حاولنا نجمع واحد مجموعه ديال المنوعات الطربيه يعني الشبابيه والطربيه باش نحاولوا كذلك نكونوا في عند حسن ظن الساكنه والزوار ديال مدينه طنجه. هذا الاسبوع هذا الحمد لله المهرجان غيستمر 5 ايام، كل نهار عندنا جوج ديال 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 الفنانين. اليوم كنا عندنا الفنان الشاب علي صامد اللي صراحه بهر الجماهير الطنجاويه بالاغاني ديالو وتجاوب معاه بشكل كبير، وكذلك الفنان الصاعد سامر الرئيس. الغد عندنا كذلك عميده الاغنيه المغربيه امال عبد القادر، وسيصاحبها المصرية أسرار الجمال اللي كنشكروها بمناسبة على الحضور ديال مدينة طنجة كضيفة شرف، وكذلك لإحياء معنا الذكرى الغالية 24 ديال عيد العرش المجيد. في